هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين وش ولا نخص. مساء الخير وحياكم الله، وعيد اكتوبر مجيد عليكم بمناسبة الذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر العظيمة، ثورة التحرر من الاستعمار. عاد سبتمبر على صنعاء وفيها الإمامة الجديدة، واكتوبر اليوم يعود على عدن وما هيش بأفضل حال. التاريخ يعيد نفسه يا جماعة، مرة كمأساة ومرة كمهزلة، وفي اليمن مهزلة جامدة، بس والله لا نحتفل ونكرر تاريخنا التوري والنضالي المجيد. ابتسمي يا عدن في اكتوبرك الخالد والفرق قريب. من الباب الى الطاقة، هكذا الشراكة ولا بلاش؟ دخلهم المخلوق بيده وخرجوه بأرجلهم زبطا زبطا زرطا زرطا. عادهم هذا الأسبوع زرطوا على المخلوع انخلاعاً مع عسكر ضبوة، الحصن ما قبل الأخير له قبل ريمة حميد، وبالهنا والعافية كانت التحلية ثلاث وزارات زي الفل مع الكراسي والتربيزات. راحوا يخططفوا وزير الخارجية العفاشي اللي عينوه، ليش؟ قالوا بتهمة التواصل بالخارج. هذولا عفاريت مفصلين على طولك وعرضك يا عفاش، مخزون من اللي يعجبك. الحوثي ما هموش حرس جمهوري ولا قوية ولا أمن ولا ميري ولا من ذولا اللي جلس أبو عفشفش يهنجم فوقنا 33 سنة. كل ذولا عطفهم أبو علي الحاكم بأسبوعين، عطفهم عطف. الحوثي أكل الأخضر واليابس، ما وقف بحلقه إلا اللي وقف. السلاح بلا عقل ممكن تتحايل عليه وعلى اللي حامل له وتقول بوطق بكم خطبة وكم إشاعة وإرباك وطواطو. ما حانب للحوثي بحلقه إلا الوعي، الوعي هو اللي يوقف بوجه المشروع الإمامي الكهنوتي. التعليم، التعليم ما درش كيف يسوي به، خرج من الكاف وملزمة حق سمك الدين قصده بيتفصع به على الشعب. طلع والنقد عشرات الآلاف من المدارس وملايين المتعلمين هم اللي يشكلوا الرفض الشعبي اليوم. هذول عاملين له رازم بدون قراح، بوروا بحق الحروز وين يلفلفهم. طلاب المدارس ناضلوا ضد الميليشيا، ساعة رقم وساعة فوضى وساعة طرد مشرفين. ووصل الحال لو تتذكروا المشرف الحوثي الطيري اللي اعتدى على طالبة العام الماضي. هذا الوعي يرعبهم. المدارس من البداية وهي هدف المتبردقين في كل منطقة نصف وتدمير. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. علامة الجودة لكل خراب هي الصرخة. المدرسة اللي ما نصفوهاش باعتبارها مدرسة داعشية يحولوني على طول ثكنة عسكرية ومخزون أسلحة عشان يطعفر بها الطيران، واللي يسلم من المدارس يحولوها لوكندا يرقدوا بها المتبردقين. اليوم حال التعليم زي ما فعلوا بكل حاجة، أي حاجة توصل أيديهم تنتحر، طائرات بلا طيار، مدارس بلا دراسة، مدرسين بلا رواتب. هو يعرف إيش معنى تعليم، لجبهات القتال رسل أخوانه الصغار. أما للتعليم والعلم أهم جبهة في طريق مشروع الحوثي فرماهم بفلدة كبدة أبوه، جاب أخو الكبير يحيى الحوثي لهذه المهمة. جابوا من بلاد الغرب ألمانيا بناء المدارس، رجع طاهش للمدارس والمدرسين.
وعاد كله يهون إلا لما حسن زيد قال بيتطوع يدرس مادة الفلسفة. بيعقنها عقين وهي سوا سوا. عاد لما يشتي يتفلسف نشوف أول درس ممكن يقدمه سحس. جميعنا نبتتنا من هذه نبتتنا من هذه الأرض المعطاءة. قال لك هذا بيدرس فلسفة. هيا هيا هددوا المدرسين بالاستبدال وهم هدأوا. ما عاد باقي إلا المعلمات لهن التحية يطالبين برواتبهن. أما الرجال بالبيت يعصدوا لهن. نشوف كيف فقوا عينهم والدنيا سلامات. مستشعر فيكم أبو الأحاسيس القاوق على الثقاف اللي ركزوه وكيل أمانة العاصمة قال إنه مستشعر بكم. أول حوثي يطلع حساس يستعطف الجمهور بس باين من اللي كان يصور كان يقول أيوة يعني أفهم محاولة البرمة من البداية. نكمل ونشوف. ولكن بعض الأحيان عندما نتكلم وعندما نخرج بين الأوراد السياسة تكي مردود مع الجنبية لكيانات سياسة. يعني كنت أحس بهم وهم بالبيت لكن لما خرجوا يطالبوا بحقهم ومستحقاتهم قد سياسة ومرفالة. ضاع الإحساس فجأة. قد كنا منتظرين متابات أولاد من كثرة الأحاسيس وإنك تقول له إنك أنت مستشعر بكم. إيش تقول؟ إيش تقول قصف عمرك؟ الناس دور رواتب قدي واضحة ما في بس سياسة. يا تندي راتب يا رقعت لك الجرف تشي تتديول عليهم ببلاش. مهما صحت هاي ولا تبدل رأس رمضة وتخيل لان عجل راتب ألا ندشتي راتب ودخلنا لقد راقل هذا السياسة ودخلنا نشتب راتب. أوبا والنثرة أوبا والنثرة مكنتوها اللي يرضاها بمدري ايش يرضاها بمدري ايش والان تقول للحريم روحن لعن سلمان. تشيت قاع دولة والراتب على سلمان. تشيت هنقيم والحجر من القاع والدم من راس القبيلي. سلمان خلفكم ونساه شخمت لصوص قال لا يروحوا عند سلمان. عيب يا ضاق عيب. هاتوا للناس رواتبهم ولا رحتوا لكم انتم عند خاميني. لا قدرتم ولا قدرتم موتتم الناس جوع ما يهمكمش أصلاً. مسبي تحت راسي يرحم الله كل من في طبعه. البدرومات ملان والعمار تتزاحم والسيارة والفلال وا 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 وا. أكيد مش مهمتكم الرواتب هي مهمة سلمان. هذا من كان قبل قليل كان من حق الحوثي. تعالوا نشوف حق عفاش إيش بيقول. عايش إحنا لسنا مسلحين ولا معانا دفانة ولا معانا لكن معانا حرية. تمام يا مؤتمرين ما حناش مسلحين اليوم. بعد ما بعتوا الدبابات والصواريخ والجيش والشعب والوطن للإمامة ذكروا أنهم عاد معاهم الشيء حتى محواش يدافعوا فيبو على أرواحهم لليوم الأسود. سابر الأشبط مدير عام التعليم بمديرية معين بالأمانة يطالب بمرتبه مع التربويين وباستمرار الإضراب حتى ينالوا حقوقهم. سابر ويعني بغرت معه الأمور قليل قال لا ما يجب قوله قال ما يلزم قوله وما عاد صبرت. إحلال بسوء إحلال يا أبتا بعد ما يسمو سلاسة حضرتي عمره 17 سنة. ما شاء الله كان غلبك من شاب بعدك غلبك من دخلته بيدك. والله يا جماعة ما تعرف تزعل على المؤتمرين الموظفين ذولا ولا نزيد نناكفهم. تعالوا سلامي يا شديد يحسبوها حكومة باسندوار عادي نعم بيتحمل السبوب. لا يا حبيبي ذولا تاني بس مش انتم طبلتم للسرابيد هذولا سنتين كيف لما الآن يا مؤتمرين ما عادهمش حالين. النار وصلت لثوابكم. أكلوا البلاد ب500 حق القرعة وزاد شلوا العفافيش جنبها فكت أفلاس وبرايز. المهم إحنا مع حق المعلمين في نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة لكن لا تنتظروش من صياد لبن. قلت صياد ناوية تنزل تدرس فلسفة أو ما قلت يا حسن زيد اقتداء بالرئيس الصماط
أبحث عن مدرسة أتطوع بتدريس المواد الفلسفية فيها. رب ضارة نادر. الصمات طبعاً اللي بيختاري له حسن زيد لبس بدلة من حق المدرسين زمان، وعاش الجو، عاش الجو التعليمي، فتح فصل محو الأمية، وأول طالب كان يحيى الراعي وسلطان السامعي. رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بحث مع رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وهيئة رئاسة المجلس بحضور عضو المجلس سلطان السامعي الجهود التي يبذلها مجلس النواب في مواجهة الضغوط والتحديات التي يفرضها العدوان. وبرضه ما فيش فايدة ولا بيفهم لا الراعي ولا السامعي إنهم تخوزقوا. المهم حسن زيد قشع سبلته وما عاد درس الطلاب فلسفة ولا ملقين، وراحوا أصحابه كفلة الأشبط ليش يتفلسف على المكاهطين. فاصل ونلقى نشوف كيف شلبطوا بالموظف التربوي الأشبط لأنه طالب براتبه. فاصل ونرجع نواصل، أبقوا معنا. حيا بكم ومرحب. مسكين خالد الأشبط في لحظة نزق نادراً ما يصل إليها المؤتمرين، صارح الحوثيين بحقيقتهم أنهم مجرد سرابيت وسرق رواتب وحقوق. قام أخو عبد الملك الحوثي استبدله بقاوغ ديلمي مدير لمكتب تربية مديرية معين، ومش بس كذا إلا خرجوا له مظاهرات وقدموا بالأشبط عريضة اتهام لنائبهم العام القاوغ البغدادي والمسيرة تغطي وليلة وقفة حاشدة أمام مكتب النائب العام الذي وجه بدوره النيابة الجزائية المتخصصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهم خالد الأشبط. أمام مكتب النائب العام تصاعدت وتيرة الغضب التربوي والشعبي ممثلا بأسر وعوائل الشهداء من التربويين. غضب تربوي وشعبي عشان المدرسين يطالبوا برواتبهم، وإحالة الأشبط عشان كلمة سرابيت للجزائية المتخصصة مرة واحدة. يرحم أيامك يا باسندوا، كان يعرعروا للحكومة من شق وطرف ولا حد وقع بوشي، والحوثات وقل بهم قالوا الجزائية المتخصصة. وبعدين مش ملاحظين كل الغاضبات نسوان فرس؟ يا جماعة الحوثية ذولا شكلهم يربطوهم بسلاسل لما نجي غريب تشو فلتوهم لفوقه. أقول هذا وأنا كلي أمل، أنا وزميلاتي التربويات كلنا أمل في النائب العام بعد الله سبحانه وتعالى أن ينصف لنا. شوف على إتقان الدور، أن ينصف لنا ومسوية فيها تربوية. طيب إذا كنت تربوية لنها برواتب التربويين هو الحوثي مش الأشبط. ها هذه التربوية طبعا من بتوع الملازم من هوانم الجراف، والله ما انقطع عليها فلس، كل يوم تأكل تفاحة على فهنة ودهنة، ومن قال حقي عندهم قال أبوه غريم. فهذه الأسر لم تقدم فلذات أكبادها ليأتي عديمو الضمير والأخلاق ويبددوا كل القيم باسم التربية والتعليم. أيوة إيش من تربية وإيش من تعليم؟ ما تشتوش يا يمانين أنتم تعليم، حافظوا على القيم والأخلاق والمبادئ الإمامية. أبقوا في الظلام والقال والكوليرا والكتن شامخين بقيم آل البيت النبوة الحوثية. قال لك تربية وتعليم ورواتب. حتى المسيرة اغتلبت غريم مش وسيلة إعلامية، والمحامين حقهم نزلوا معهم، والنائب العام ومحاكمة وتهمة حلقت فوق راس الأشبط. قطوا راتبه وفصلوه من عمله وقابوا قاوق بدله، وممنوع يقول لهم ثلث الثلاثة كم. خليك بعد الزعيت يا مؤتمري ويا أشبط، وانت وكل المؤتمرين لمن يترسوكم واحد واحد داس محاكمة. آخ يا مخلوع عليك ما تستحق، كيف بركت البلاد والعباد وأصحابك فرشتهم للحوثة فرشة، خليتهم فرشات حمام مش قادرين حتى يدافعوا على أنفسهم، وكل أسبوع يدعسوا لك هبشات بقى. وأمور كثيرة يصبروها الناس ويتحملوا الناس بتوجيه من الزعيم علي عبد الصالح، كل ما تكلمنا قال اهدوا. شغل خميني بالنص، بدأ الخميني عمل انقلابه وتعاون مع اليساريين في إيران، مصدق وأصحابه وكان في أحزاب وتنظيمات وقصص ودولة. خلال 3 سنين برم أم الوضع للولي الفقيه، كان المتعلمين والناس يحتقوا
وأمثال المخلوع يقولوا لهم لا لما دخلهم القصبة. وبعدها التفت الخميني للتعليم، وتخيلوا تخيلوا أنه أوقف الدراسة في الجامعات الإيرانية سنوات لغاية ما يفرق الطلاب الرافضين لهم، وغيروا المناهج فيها، وطبعاً صعدوا طلاب المدارس اللي غيروا مناهجها، واختلبت كلها خمينية. وهذا ما ينفذه الحوثي بالحرف والنص، الكتالوج هو ذكو نفسه. أكثر وزير عفاشي تلطم هو وزير التعليم العالي، ها، وهذه إحدى قصصه في شهر 8. هذا وزير التعليم العالي جنبي، منعوه من وزارته قبل أسبوع، منعوه لجان الشعبيه ده يدخل وزارة، أكثر من هذا كلام ما بي. غير كل الجبهات، جبهات الحوثي ضد العلم والتعليم ما تتوقفش يوم، مش آمن ولا راكن إلا على أصحابه. أي حد ثاني في مجال التعليم، حتى حلفاء المؤتمرين اللي خبصوا التعليم خبص، يشوفون مصدر خطر وقلق. كل ما يمثل التعليم الحكومي أو الخاص هو هدف الحوثي الأساسي، عشان يغير وعي الشعب ويجاهله ويقطرنه. أيضاً عبر بعض المعاهد التي تدرس اللغات، معاهد أجنبية في صنعاء وفي بعض المدن لتعليم اللغات الأجنبية، وتلعب دوراً آخر، يبقى نشاطها في تعليم اللغات نشاطاً ثانوياً وغطاءً لطبيعة نشاطها الحقيقي والرئيسي الذي تركز عليه. داخل هذه المعاهد يبدأون ببرامج تساعد على الاختلاط الخوبوي. الراجل ما اكتفاش بالمدارس وما عدرس كيف يلفلفها، أي مشروع للعلم والتعليم هو عدوه الأكبر. إيش تيرجعنا الأيام بركتنا؟ تنكستونا يا حوتا، زهقتونا طفستونا جهلتونا تنتانتون. على فكرة مسلسل الفجر موجود على يوتيوب، تابعوا. الحوثي زعلان ليش الناس تتعلم، مفقود من قلبه. قال المعاهد الخاصة فيها اختلاط، طيب والمدارس ايش فيها؟ اختراط، أصحابك خرطوا على الناس رواتبهم، خلوهم على البلاط وتشتيهم يدرسوا ببلاش. بس القضية مش بس راتب، القضية أخطر من كده. القضية الآن حتى لو عادت المدارس، إيش بيدرسوا الجهل بالضبط؟ وهل بيقبل المدرسين تكون هذه مخرجاتهم؟ اللهم إنا نبرأ إليك من عدوك وعدو رسولك وعدو الإمام عليك وعدو المدرسة الأولية سيدي أولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، بنعدكم أنفسكم الله بنعداكم. كده يشتوا عيال اليمن، نتولى سيدي ومولاي وازغف هبو للجبهة وردوا الأهل صورة علقها بالكامبا. الحوثي أهان المعلمين بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، مش بس كذا، وراح يقتل أسرة معلم بتعز إعدام ميداني وقح عشان يرهب المعلمين والرافضين له. انتفاضة المعلمين هدأوها المؤتمرين على أن يتم صرف نصف راتب والنصف بيصرفوا لهم على طريقة بركتنا، بيض وسمن وضفة. وما بيصدقوش، من متى صدق الحوثي اللي يكذب أكثر مما يتنفس؟ وش أخوة، ما بيرجعوش الناس لزمن تنكستونا. يا حوثي كل الشعب بيعلم عياله حتى بالبيوت، ومنهاج السمك حق يحيى أخوك بيعفن أقدل بول البحر. مهما حاولت مسخ هذا الشعب باتفشل، كل يوم رفض اليمنيين واحتقارهم لكم ولفكركم أكبر من اللي قبله. لا تظنش الشعب كله بيخضع لك زي المخلوع عفاش العكفي المنبطح، ولا بيبدسوا مثله. يا دودا أيامك معدودة، خاطركم، نشوفكم الحلقة الجاية.